معاناة كبيرة يتكبدها المرضى المتواجدون في المؤسسة الاستشفائية محمد دندان بعزابة بولاية سكيكدا بعد غياب التدفئة عن كل مصالحها في عز موسم الشتاء، الأمر الذي جعل المرضى يبدون استياءهم من هذه الوضعية. بارد الدواء بزيه والله البارح بادئ سر نشوفها جيت العمر بزر حبسين ما يمشيوش طول شيب عليه مناف مكسرين مناف لشو ديار مناف وشي برد ايه كاين البرد اللي هنا يمشي واش ما يمشيش ندخلوا نمرضوا اللي هنا شو قالوا لي حبس شخصيتهم قالوا لي حبس. المسؤول الأول عن الصحة بالولاية أكد للحياة أنه تم تخصيص مبلغ مالي لإنهاء معاناة المرضى، ليبقى الأمر الآن بأيدي مديرية التجهيزات. أنا عملية الأولى اللي ب 13 مليار اللي هي منقسمة بين لو بياج تاع عزابة ولو بياج دو كولو. الملف هو على مستوى لا دي بي. أنا طلبت أنا منذ شهرين معناها السيد المدير على أساس يسرع العملية هذه باش نديروا لا شوفاجيري تاع لو بياج عزابة. مع الأسف الشديد العملية لم تنطلق. بين مرض أنهك أجسادهم وبرد نخر عظامهم، يبقى المرضى هنا يعانون الأمرين في انتظار تحرك ضمائر الجهات المعنية.